السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناتي طالباتي مدرسة المجتمع الثانوية الخاصة بنات، صف 11 أدبي، المادة جغرافيا. بناتي طالباتي، تذكر سويا قيمة الأسبوع وهي الإيثار، فضل الإيثار. أثنى الله على أهل الإيثار وجعلهم من المفلحين، فقال تعالى: ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإيثار طالباتي بناتي حبيباتي سجية الأبرار شيمة الأخيار، يجب عليكن التحلي بها. بناتي طالباتي، من الملاحظة على هذه الصور نعرف عنوان الدرس، وهو الأنشطة الاقتصادية في قارة آسيا. أولا بناتي طالباتي، نلاحظ أن قارة آسيا تمتلك كثير من الموارد الطبيعية. ما هي الموارد الطبيعية؟ تربة خصبة، مياه، مناخ معتدل، وأيضا موارد بشرية مثل السكان. طيب، لذلك هيأت توافر الموارد الطبيعية والبشرية لدى القارة أن تقوم أو يكون فيها مجال للزراعة، وتعتبر الزراعة نوع من أنواع الأنشطة الاقتصادية التي توجد في قارة آسيا. تمتلك القارة حوالي ثلث مساحة الأراضي الزراعية في العالم، يعني حوالي 34%، ولذلك بتعد الزراعة أو بتعتبر من أهم الأنشطة الاقتصادية في قارة آسيا. عزيزتي الطالبة، عليك أن تتعرفي أو تقارني بين أنماط الزراعة في قارة آسيا. 2- أن تستنتجي أهم المحاصيل الزراعية التي تنتجها قارة آسيا. 3- أن تقترحي حلولا للمشكلات التي تواجه التنمية الزراعية في قارة آسيا. وهذه هي أهداف درسنا اليوم. بناتي طالباتي، نلاحظ الخريطة جيدا. ماذا نلاحظ بها؟ هي حددي أنماط الزراعة في قارة آسيا. أحسنتم، يوجد لدي 3 أنواع: زراعة علمية واسعة، زراعة كثيفة، زراعة بسيطة. ما أكثر أنواع الزراعة انتشارا في قارة آسيا وما أقلها انتشارا؟ أكثرها انتشارا، أحسنتم، هي الزراعة الكثيفة، وأقلها انتشارا هي الزراعة البسيطة. حدد العلاقة بين مناطق تركز السكان في قارة آسيا ونوع الزراعة السائدة. أن الأماكن التي تركز فيها السكان هي نوع الزراعة السائدة، وهي الزراعة الكثيفة. ننتقل الآن إلى الهدف الأول، وهو أن تقارن بين أنماط الزراعة في قارة آسيا. عليك طالبتي العزيزة بفتح الكتاب صفحة 55 لإكمال المقارنة. نلاحظ الزراعة رقم 1، وهي الزراعة البسيطة البدائية. خصائصها: تتميز الزراعة البسيطة البدائية أن يعمل بها عدد قليل جدا من السكان، وهي هدفها توفير الغذاء. وأين توجد؟ توجد في أماكن على أطراف الغابات والحشائش. أماكن تواجدها: في منغوليا. أهم المحاصيل: الكثافة. الكثافة هو محصول يتميز عبارة عن شجيرات. الشجيرات مستديمة الخضرة، وتكون يحتوي جذورها على كمية كبيرة من النشا والدقيق. ننتقل إلى النوع الثاني، وهي الزراعة الكثيفة. بما تتميز الزراعة الكثيفة؟ هو أن نقوم بزراعة الأرض أكثر من مرة في العام، وتعتمد على العمالة اليدوية والآلات الزراعية الحديثة، وذلك لصغر مساحة الأراضي يا طالباتي. الزراعة الكثيفة توجد في الصين والهند. أهم المحاصيل: الأرز والقطن. النوع الثالث أو النمط الزراعي الثالث هي الزراعة العلمية الواسعة. من الكلمة عرفت أنها علمية واسعة، إذن أستخدم فيها الأساليب العلمية الحديثة في الري والتسميد والإنتاج، وهي تنتشر في أندونيسيا، ومن أهم محاصيلها الشاي والمطاط. ننتقل الآن طالباتي إلى الهدف الثاني، وهو أن تستنتجي أهم المحاصيل الزراعية التي تنتجها قارة آسيا. عليك طالبتي العزيزة أن تقومي بصنف المحاصيل التالية إلى محاصيل غذائية ومحاصيل ألياف ومحاصيل تجارية التي أمامك.
بعد أن شاهدنا الصور، هذا هو القمح، الأرز، الذرة، تمام، المطاط، الشاي، قصب السكر، القطن، الجود، الكتان. ننتقل إلى الجدول الذي أمامنا. لماذا؟ لنتعرف على أو نقسم المحاصيل الغذائية ومحاصيل الأرياف والمحاصيل التجارية. الغذائية: القمح، أحسنتم، الأرز، الذرة الصفراء، الألياف، الجود، القطن، الكتان. طب التجارية: الشاي، المطاط، قصب السكر، تعتبر محاصيل تجارية. بناتي طالباتي، ننتقل الآن إلى الهدف الثالث، وهو أن نحلل الرسوم البيانية للمحاصيل الزراعية في قارة آسيا. نلاحظ هذه الرسوم، هي رسوم خاصة بمن؟ بالمحاصيل الغذائية، تمام، والمحاصيل الألياف والمحاصيل التجارية. طال عزيزتي الطالبة، افتحي الكتاب صفحة 55 و56 و57 ونقرأ الرسم الباني ثم أجبي على الأسئلة التالية. ما أكثر المحاصيل الغذائية التي تنتجها القارة؟ ما أكثر المحاصيل الغذائية التي تنتجها القارة وأولى الدول المنتجة له؟ أين المحاصيل الغذائية؟ ها، تمام، هان، الأرز، أحسنت، وأولى الدول التي تنتجها الصين. يعد الأرز طالباتي من أهم المحاصيل الزراعية في آسيا، وبذلك بسبب ملائمة الظروف الطبيعية لزراعته، وأيضا يعتبر الغذاء الرئيسي لسكان جنوب شرق آسيا، وتحتل الصين المركز الأول. سؤالي الثاني: كم تبلغ نسبة إنتاج القارة بالنسبة للإنتاج العالمي من محاصيل القمح والجود والشاي؟ أين هما؟ القمح 28، الجود 50، الشاي 80. اذكر المرتبة التي تحتلها آسيا في إنتاج القطن، وما هي أكثر الدول قارة إنتاجا له؟ اذكر المرتبة التي تحتلها آسيا في إنتاج القطن، تمام، الأولى، أكثر الدول المنتجة له وهي روسيا. الآن تحتل قارة آسيا المركز الثاني في إنتاج الذرة، تمام، وترجى أهمية الذرة أنه بيستخدم كغذاء وأيضا كعلف للحيوان، والصين هي أولى الدول المنتجة له، لذلك والإنتاج يستهلك محليا. أما القمح فهو من أهم الحبوب الغذائية وأعظمها انتشارا، وهو غذاء رئيسي للسكان، ولكن قارة آسيا تتصدر آسيا قارات العالم في إنتاج القمح، إلا أن إنتاج القارة لا يكفي حاجة السكان، لذلك تستورد من الخارج، والصين أكثر الدول إنتاجا له. طالباتي، في السابق تحدثنا عن المحاصيل الغذائية، والآن نتحدث عن محاصيل الألياف التي تتمثل في القطن، الكتان، الجود. نلاحظ أن القطن تحتل قارة آسيا المركز الأول في إنتاج القطن، وتنتج ثلثي إنتاج العالم. أين تتركز زراعته؟ في روسيا، تعتبر أولى دول العالم. الأهمية الاقتصادية للقطن، يعتبر القطن محصول مهم يدخل في صناعة المنسوجات. رقم 2، الكتان، أولى قارات العالم، أيضا آسيا، وتعد الصين هي أولى الدول في إنتاجه، ويستفاد الكتان في الغزل والنسيج. ثم بعد ذلك الجود بتنتج قارة آسيا نصف إنتاج العالم، وتحتل المركز الأول. يبقى إذن آسيا تحتل المركز الأول في إنتاج القطن، المركز الأول في إنتاج الكتان، المركز الأول في إنتاج الجود، ويأتي معظم إنتاجه من بنجلاديش. ويستخدم الجوت، هو عبارة عن نسيج يكون شديد القوة، فبيستخدم في صناعة الحبال ويدخل في صناعة السجاد، تمام. والآن بفتح الكتاب المدرسي صفحة 58 لتحليل الرسم البين،
من الملاحظ في هذا الرسم، نلاحظ أن السكر، قصب السكر يعتبر أحد المحاصيل التجارية، نسبته 33%. تمام، تعتبر الهند أولى دول القارة في إنتاج قصب السكر. تمام، وتبلغ قارة آسيا حوالي ثلث إنتاج العالمي. ننتقل إلى الشاي، نسبته 80%، وتنتج القارة معظم الإنتاج العالمي، والصين هي أولى الدول إنتاجا للشاي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المطاط، ويعتبر أن قارة آسيا هي القارة التي تتوفر فيها الظروف الملائمة لطبيعة إنتاجه، وأولى الدول أو تعتبر أندونيسيا من أهم الدول المنتجة للمطاط. فيما يستخدم أو أهمية الاقتصادية للمطاط، إنه يستخدم في صناعة الإطارات والسيارات والعوازل الكهربائية. تمام؟ ننتقل الآن إلى فقرة أخرى، وهي المشكلات التي تواجه التنمية الزراعية في قارة آسيا. سوف نقوم بعرض هذه المشكلات. ما هي المشكلات التي تواجه التنمية الزراعية؟ تواجه قارة آسيا طلبات عديد جدا من المشكلات في تحقيق التنمية الزراعية في قارة آسيا. تمام؟ واحد، قلة المساهمة في التجارة الدولية. على الرغم من زيادة محاصيل أو زيادة إنتاج القارة من المحاصيل، إلا أن مساهمتها قليلة في التجارة بسبب استهلاك معظم الإنتاج المحلي. ثانيا، ضعف الإمكانيات المادية. أن تواجه القارة العديد من ضعف أو عدم القدرة ووفرة رؤوس الأموال للاستثمار في مجال الزراعي، يبقى إذا عندها نقص في رؤوس الأموال للاستثمار في مجال الزراعة. ثلاثة، الفيضانات. تتعرض المحاصيل الزراعية لخطر الفيضانات، وخاصة في المناطق السمول النهرية. وأخيرا من ضمن المشكلات أيضا الجفاف. تتعرض أجزاء شاسعة من القارة في موجات الجفاف، وهي قلة المياه بسبب قلة سقوط الأمطار. وأين يوجد الجفاف في القارة؟ يوجد في غربها ووسطها، في وسط القارة وغربها، مما يؤدي إلى عدم قيام الزراعة بها. هذه هي المشكلات التي تواجه التنمية الزراعية في قارة آسيا. هيا بنا نعمل أو نحاول تحقيق الأمن الغذائي والزراعة المستدامة في قارة آسيا. للتغلب على هذه المشكلات طلباتي وتحقيق الأمن الغذائي، فتسعى القارة لتحقيق ما يلي: مشكلة الفيضانات بتخزين مياه الفيضانات والاستفادة منها، أيضا استخدام تقنيات حديثة للري في المناطق الجافة، عالجنا المناطق الجافة. تمام. ثالثا، استخدام الأسمدة العضوية بدل من الأسمدة الكيماوية، لماذا؟ لتخصيب التربة. رابعا، استصلاح الأراضي الصحراوية والتوسع في زراعة أسطح المباني لزيادة الزراعة. وأخيرا، إجراء الأبحاث العلمية على الأراضي الزراعية لتحديد نوع النبات المناسب لزراعته. والآن طالباتي بناتي، انتهى درسنا اليوم، مع تمنياتي لك بالنجاح والتوفيق.